التقى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد معلنا أن الحكومة الجديدة ستضم جميع أطياف المجتمع العراقي. هذا ونقلت وسائل إعلام عراقية أن الصدر أمهل قائد فيلق القدس قاسم سليماني 48 ساعة من أجل الخروج من الأراضي العراقية. يأتي ذلك وسط تحركات محلية وإقليمية تتمحور حول نتائج الانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة العراقية. القائمة الأولى في أعقاب الانتخابات العراقية البرلمانية الأخيرة التي سادها الأمن والاستقرار بحسب تصريحات مسؤولين عراقيين، فإن الحراك السياسي لتشكيل تحالفات برلمانية جديدة في العراق لن يكون بهذا القدر من الثبات لربما، حيث التقى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد معلنا أن الحكومة الجديدة ستضم جميع أطياف المجتمع العراقي ممثلة إياهم دون استثناء على حد تعبيره. كل أبناء العراق يتأملون خيرا بوجود سائرون في هذه الحكومة، بل بناء الحكومة من خلال سائرون باعتبارها هي التي حصلت على المرتبة الأولى على مستوى العراق، فاستبعاد سائرون هو استبعاد لكل عراقي وطني، ولا نعرف ماذا ستكون ردة فعل الجماهير العراقية في حال استبعاد سائرون. بيد أن وسائل إعلام عراقية تناقلت القول عن لسان الصدر بأنه أعطى قائد فيلق القدس قاسم سليماني مهلة 48 ساعة للخروج من العراق على إثر محاولة الأخير تبني حراكا سياسيا يقرب العبادي من الرئيس السابق نور المالكي. وكما يبدو فإن الانتخابات العراقية لا تخص العراقيين وحدهم، حيث تأتي مساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة في ظل تخوفات المراقبين من تأثير قوى عالمية أخرى على العملية، الولايات المتحدة على وجه الخصوص، نظرا للتوترات السياسية والأمنية بين البلدين والتي بالكاد يمكن فصلها عن الحكومة الجديدة بحسب ما أشادت به الصحف العراقية. فإلى أي حد سيكون الضغط على الجهات الإيرانية في العراق أداة ناجحة؟